لابسها اول الحوذه هذه راهي حمايه ليك انت في حال ما قدر الله اي حاجه، واش راح يحميك في الدراجه؟ راك في اصطدام مباشر مع اي شيء، سواء مع الارض ولا مع مركبه ولا اي حاجز، راه تحميك غير الخوذة تاعك. هي جملة من النصائح والإرشادات التي يحرص عليها عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تلمسان لتقديمها لمستعملي الدراجات النارية في الحملة الوطنية المنظمة من طرف قيادة الدرك الوطني تحت شعار احمي نفسك واستمتع بسياقتك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن متواجدون في محور دوران مغنية لتنفيذ برنامج الدرك الوطني المسطر من طرف قيادة الدرك الوطني من 15 إلى 30 سبتمبر. نحن كجمعية وطنية للوقاية من حوادث المرور طريق السلامة نطلب التوعية لأصحاب الدراجات النارية الذين يستعملون دراجتهم بدون خوذة وبدون وثائق، ونطلب السلامة المرورية للجميع. بينما تكثف عناصر الدرك الوطني من عمليات التحسيس وتوزيع المطويات بغية الحد من حوادث المرور، شاركت الأكاديمية الوطنية للأمن والوقاية عبر الطرق في الحملة التحسيسية التي أطلقها الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني، خاصة في ولاية تلمسان، وكانت لفائدة الدراجات النارية ومستعملي الطريق. في إطار برنامج الحملة التحسيسية المنظمة من طرف قيادة الدرك الوطني، سطرت المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بتلمسان حملة تحسيسية وطنية لفائدة سائقي الدراجات النارية تحت شعار احمي نفسك واستمتع بسياقتك من 15 سبتمبر 2021 لغاية 30 من نفس الشهر. هذا البرنامج يشمل تقديم مجموعة من المطويات والنصائح والأرشادات لفائدة سائقي الدراجات بضرورة ارتداء الخوذة، احترام قانون المرور، التزام بقواعد السياقة السليمة، كذلك الابتعاد عن المناورات الخطيرة، ويبقى الرقم الأخضر 1055 في فائدة المستعملي الطريق وكذلك كافة المواطنين للتبليغ عن أي طريق. وبتكاتف الجهود واحترام قوانين المرور خير سبيل لسلامة السائقين والمواطنين.